ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم دايما في وظائف بالطيران. بنقدم لكم كل جديد في عالم وظائف الطيران، والنهاردة إني للطيران وهي شركة مصرية بتطلب طاقم ضيافة جوية بدون خبرة وبخبرة مسبقة في الضيافة الجوية. إني للطيران شركة مصرية بقى لفترة كبيرة في السوق وعالم الطيران، وطبعا شروطهم التقديم للمصريين فقط. التقديم متاح للجنسين ويجب أن تكون خريج جامعي. السن هنا طبعا من سنة التخرج وحتى 28 سنة بدون خبرة، والسن حتى 35 سنة بخبرة مسبقة في مجال الضيافة الجوية. طبعا شروطهم تفرق كتير قوي عن شروط الطيران الخليجي اللي بيبتدي من 21 سنة وبينتهي حتى 30 أو مفتوح زي الإماراتية. وأقل مؤهل تعليمي بالنسبة للشركات الخليجية هو المؤهل الثانوي العام. وطبعا الشركات المصرية بيبقى ليها اختيارات محددة لأنها عارفة طبيعة التركيبة السكانية وطبيعة المصريين عامة والتعليم وكده. طبعا إجابة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وفهما بالإضافة إلى لغة أخرى منها الألمانية والفرنسية والإيطالية أو الأسبانية، يعني إجادة لغتين منهم اللغة الإنجليزية كلغة أساسية والألمانية أو الفرنسية زي ما ذكرنا أو الإيطالية أو اللغة الأسبانية. بالنسبة لذوي الخبرة المسبقة في الضيافة الجوية يجب أن يكون لك إجازة مضيف جوي الرخصة وتكون سريع. ده بالنسبة للناس اللي هي ذوي خبرة، اللي بدون خبرة مش مطلوب منه. الشركة لا تطلب المحجبات، التقديم ارسال السي في مع صورة فورمال على ميل crew.application@nileair.com. طبعا هتلاقوها في بطاقة الوصف كالعادة اللي هي في الفيديو اسفل الفيديو على اليسار كده، بتلاقي سهم تضغط عليه بيبين لك معلومات الفيديو، بتلاقي فيها كل الكلام اللي احنا بنقول عليه. طبعا بالنسبة لذوي الخبرة المسبقة في الضيافة الجوية يجب ارفاق صورة من الرخصة وتكون سريع مع سي في وصورة طولية مع الاوراق اللي انت بتقدمها. التقديم طبعا عبر الميل فقط وليس تقديم في المكتب بتاعهم. فالتقديم عن طريق الميل اللي احنا قلنا عليه. وطبعا يا جماعة في بطاقة الوصف هتلاقي كل الشروط وكل الحاجة. الميل بتاعهم crew.application@nileair.com. نرجو التوفيق للجميع، وطبعا طلب خبرة وبدون خبرة وللمصريين فقط، وسن حتى 28 سنة والمؤهل يكون جامعي، وطبعا إجادة لغتين منهم الإنجليزية كأساسية والألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الأسبانية. تقديم بدون خبرة وبخبرة. بنوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى تفعيل زر الجرس.